ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن لوحه استثنائيه جدا، لوحه The Last Day of Pompeii او يوم بومبي الاخير. في ظهيرة 24 أغسطس عام 79 ميلاديا اتحرك بركان بيزوف للثوران. على سفح البركان ده كان موجود مدينة بومبي، وهي مدينة موجودة في جنوب إيطاليا بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية. نتيجة البركان ده طلع منه غازات سامة، أدخنة، رماد، وغطى البلد كلها لدرجة إنه الشمس اتحولت لظلام دامس، وده اللي حكاه شاهد العيان الوحيد الناجي من الموقعة دي وهو بليني الصغير. يقال إن المدينة استغرقت حوالي 18 ساعة عشان تبقى تحت 30 قدم من الرماد البركاني، وان الناس اتدفنت بنفس الاوضاع اللي كانوا عليها. كمان ان المدينة بقيت مفقودة حوالي 1700 سنة، وتم اكتشافها مؤخرا عام 1748. في عام 1827 زار الفنان الروسي كارل بيريوف المدينة، وتأثر جدا باللي حصل فيها، ودرس الوثائق التاريخية ودرس المدينة وكمان شهادة بليني الصغير، وابتدى ان هو يرسم لوحة اليوم الأخير لبومبي، واستغرق فيها 3 سنين من عام 1830 لعام 1833. يوم بومبي الأخير هي لوحة زيتية ضخمة حوالي 4.5 × 6.5 متر للفنان الروسي كارل بيريولوف، موجودة في متحف روسيا في مدينة بطرسبرغ روسيا. اللوحة بتوضح لحظة ثوران البركان والرعب اللي كانوا حاسين بيه أهل المدينة في الوقت ده. هنتكلم دلوقتي عن الرسمة، واللي هي بتحكي لحظة ثوران البركان، الرعب والخوف والصدمة على وش الناس. في منهم بيحاولوا يهربوا، في منهم بيحاولوا يستوعبوا الكارثة. هنتكلم دلوقتي من الشمال لليمين. اول حاجة هنلاقي كاهن لابس رداء احمر، لابس كمان صليب، وماسك في ايده ادوات المذبح، والايد التانية ماسك شمعة او شعلة نار، وهو باصص للآلهة الوثنية اللي بتقع على الجنب التاني من المدينة. الفنان هنا كان حابب يوضح ان في كونتراست واضح بين الحدث الاول اللي هو الكاهن ماسك الشمعة اللي بتمثل النور، والحدث التاني هو لحظة سقوط الآلهة الوثنية. الفنان استعان باشخاص حقيقيين كان يعرفهم او شخصيات كان رسمها قبل كده في رسوماته في الرسمة دي. خصوصا هنلاقي جنب الكاهن في ام واثنين من بناتها حضناهم، وهي بتبص للمدينة اللي بتتدمر بمنتهى الخوف والذعر والألم. في الحقيقة الام دي هي الكاونتس يوليا سامويلوفا، رسمها الفنان قبل كده في رسوماته. وراهم هنلاقي ناس بتحاول تتفادى التماثيل والحطام اللي بتقع عليهم. هنلاحظ وجود رسام من ورا ماسك ادوات الرسم وبيشاهد المنظر اللي بيحصل. في الحقيقه ده هو سيلف بورتريه للفنان نفسه، هو راسم نفسه جوه اللوحه متضامن بمشاعره للكارثه اللي حصلت. هنلاحظ نظرات السيده اللي واقفه قدام الرسام منتهى الذعر والخوف، كمان من جنبها واحده بتنده كانها بتحذرهم من الحطام اللي هيقع عليهم. قدامهم هنلاقي زوجين، اب وام، ماسكه اولادها الاثنين، والاب بيحاول يحامي عنهم ومغطيهم بالشال بتاعه كانه حاضنهم. وراه شخص لابس ابيض ماسك ادوات كده يقال انه كاهن وثني، جنبه واحد واقع تقريبا كانه بيحاول يهرب. من الحصان والعربيه الحربيه نقدر نقول انه ممكن يكون من افراد حاكم المدينه. قدامه هنشوف ام وابنها، الام ميته على الارض وجنبها مجوهراتها والادوات الذهبيه بتاعتها. هنا الفنان حابب يوضح انه الجشع وكل ملذات الدنيا قدام الموت ولا حاجه. جنبهم هنلاقي اتنين اخوات شايلين ابوهم اللي باصص للسماء وكانه بيطلب المغفره. في الحقيقه الفنان هنا استعان بقصه اسطوره في علم الميثولوجي، وهو علم بيحكي فيه عن الاساطير، هي اسطوره انياس. انياس ده هو كان بطل ترواده وابن الامير انشيسس والالهه افروديت، وهو جايبه وهو شايل ابوه وبيهرب من حريق ترواده زي اللي في الرسم بالظبط. جنبهم هنلاقي ابن بيحاول يقوم امه من الارض في لحظه عظيمه من الحب. الابن باصص لامه منتهى الحب، والأم كأنها في سلام حط أديها على قلب ابنها وكأنها بتحاول تطمنه. في الحقيقة هنا الابن ده هو المؤرخ بليني الصغير الناجي الوحيد من الواقعة دي. جنبهم هنلاقي واحد ماسك عروسته اللي ماتت نتيجة ثورة البركان وباصص عليها بمنتهى الألم. وراهم جندي على حصانه بيحاول يهرب، والحصان في منتهى الفزع من اللي بيحصل. الفنان هنا استخدم اسلوبين، اسلوب الكلاسيكية واسلوب الرومانسية. اسلوب الرومانسية متمثل في انه استخدم مصدرين للضوء، الضوء الاحمر اللي هو دراماتيك طالع من البركان، والضوء الاخضر البارد اللي هو طالع من السماء.
الاسلوب الكلاسيكي متمثل في حركة الناس في جسمهم كموديلز. الفنان هنا استلهم لوحته من لوحة مدرسة أسينا وحريق بورجو للفنان رافائيل سانزي، وكمان من لوحة طاعون أشدود للفنان نيكولاس بوسن. الواقعة دي تعمل منها أفلام كتير، منها فيلم اسمه بومبي في 2014 للمخرج البريطاني بول أندرسون. حقيقة هيفرق معاكم لو سمعتوا الفيلم ده، لأنكم هتقدروا تتخيلوا كمية الكارثة والرعب اللي حصل للناس في الوقت ده. الفنان قدر يوصل عمق المشاعر الإنسانية متمثلة في خوف الناس، في الرعب، في نظرات عينيهم. هسيبكم دلوقتي تلمسوا اللوحة وانتوا بتتفرجوا عليها. شكراً.